شوفوا لي يا اختي هذا الجمال ما شاء الله. هذا الكوبل كي تعتبر من اكبر الكوبلات اللي كاينين في السوشيال ميديا، وفيديوهاتهم كيطلعوا ترند في اكثر من 30 دوله ما شاء الله عليهم. اجيو نعرفوا علاش الضجه كبيره على هذا الكوبل، وعلاش بالضبط هما يعني زعما طالعين ترند في هذه الايام هذه. اول حاجه اللي بغيتكم تشوفوها معايا، شوفوا راه ماشي عايشه في فيلا، راه عايشين في قصر ما شاء الله تبارك الرحمن. ما عندهم الخدامه لا جارديني لا ورغ جويه، ما يمكنش. غنقول لكم اجيو تشوفوا معايا الفيديو. تخيلوا الراجل ديالها كيعاونها في اي حاجه في الدار، في الجرده، في الدار، في الكوزينه، في الصلاح ديال الحوايج، في الطويان ديال الحوايج. علاش كتشوفوا معايا المراه ما شاء الله واخا كبيره فلاش، شوفوا كيفاش كدير، باقا هكا كدير. اللي كيقول لك خويا كتقول لك راه مرتي ما بقاتش مهليه فراسها، ما بقاش كديها فراسها، ولات حالتها حاله، راه انت السبب. انت خويا اللي ما كتعاونهاش، كتخلي الدرك كله عليها، كتخلي تماره ديال الدنيا والدين فوق راسها. كيفاش غادي تهلا في راسها؟ كيفاش غتعتني براسها وهي غير تابعه غير من الكوزينه للدراري، من الدراري لك انت، من لك انت للماكله؟ راه ما كتساليش نهائيا انت باش تقاد راسها وتهلا في راسها. شوفوا لي تبارك الله، انا ما عمرني شي حد صراحه عايش في قصر بحال هذا وما عندوش خدامه وما عندوش جاردينيه وما عندوش حتى شي حاجه. واش متفقين معايا ولا لا؟ راه خويا الا بغيتي مرتك تبقى ديما زوينه وديما مهليه في راسها، خصك انت بعدا تكون معاها ديما على القرص، ديما تعاونها، ديما تهز معاها، تقول الحمل ديال الدنيا، ماشي كتلوح عليها كلشي وكتقول شوفوا واش كتبان كبر مني، ولا الناس كيقولوا شوفوا مرتو واش كتبان كبر منه، وبالصيف المراه هي اللي هازه كلشي. شوفوا ليا انا غتحكي الفرماج تبارك الله. عرفتوا في خبركم كتحمقني الفيلا ديالها ولا القصر اختي ديال انا هذا كنسميه قصر حيت تبارك الله ما شاء الله قصر، راه واحد الفيلا تبارك الله كيف دايره. الله يرزق كل واحد وكل وحده قولوا امين ان شاء الله يا ربي. شوفوا هنا شنو كدير الكفته وقال لك تزيد مع الاعشاب، وشوفوا باش كتشقى. هاي عندها بلاصه خاصه بالليك تروميناجي يا اختي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا لي راه كبيره فلاشو كيفاش كتشقى بالبيسه ديالها كزبيونه ونتي ولاو بالليكات تبارك الرحمن. انا كتصايب وقيلا الكفته غادي نشوف كيفاش غدير ليها، درتها في الدقيق كنظن باش تجي شويه مقرمشه، وغتقليها في الزيت مقيله غير شويه ديال الزيت باش كتجي محمره. هنا وقيلا غتصاوب لاصوص سبيشاميل، لا ما كنضاش مهم شي صوص عندهم ما عرفتش شنو هي. ها انتم راجلها كيوقف معاها في الكوزينه يعاونها، واخا يجعل غير يقلب معاها الحاجه ويقادها، المهم يكون معاها. ما يحتاجو حتى شي حد، واقع عندهم حتى شي بنيه، دي اول مره غنشوفها صراحه كيسحب ليا عايشين غير بوحدهم، مي عندهم بنتهم زعما. شوفوا ها انتم علاش كندوي لكم، شوفوا راجلها ها انتم. هو مره كطيب هي مثلا الغدا، مره هو كيطيب العشاء، مره هي كتنوض دير الكوتي ولا شي حاجه خفيفه. مر تعاون تعاون هو السر ديال الحياه باش كتكمل وكطوال، وما كيكونش الدرك على واحد. الدرك ما خصوش يكون على الراجل وما خصوش يكون على المراه باش كيكون توازن في الدنيا. شوفوا هنا كيصايب قطيبات ديال اللحم، كيدير الشحمه اللحم شحمه اللحم باش يشويهم كنظن. ناشط فرحان كاع ما طالع ليه الدم كاع نهائيا، بالعكس كيعاونها بحب كما كنقولوا، كتبان عليه ماشي كيعاونها ومعصب، لا كان يعاونها ومعصب الله ما يبقى بارك حسن ليه. شوفوا هنا شنو كيدير، واقيلا غادي يديرهم في الفريكو هذوك اللي بقى، واش عندهم العيد الكبير هذو بان ليا. المهم كيطحنوا في الكفته، هي كتحك في الخضره في عرفتوا في خبركم تلقاي ديال الكورجيت محكوكه مع الكفته، اولا الخيزو محكوك مع الكفته، كيجي واعر واعر. غير جربوها الطريقه وكتزيدو معها حتى لا شابلوغ والبيض، كتجي يا سلام. هالطريقه ديال الكفته فايت لي جربتها صراحه زوينه. ها انتم شوفوا يقطع بعدا على الاقل الراجل يقطع لك الدجاج، يقطع لك اللحم، الحاجه اللي فيها شويه لا فورس، يشرمل معك هكا شي حاجه، يعني شي حاجه اللي عادي اي واحد في الدنيا غيعرف يدير بحال هكا. لا تبقاو تبوحطوا على عيالاتكم، تبقاوش تبوحطوا اختي اخويا ماشي اختي، تبقاوش تبوحطوا اخويا عليهم ما تبقاوش. شوفوا لي اختي هذا الجمال، شوفوا لي اختي هذا الفيديو. تخيلوا معايا هذا كبار فلاج، هذا الكوبل هذا كبارين فلاج ما شاء الله، وكيفاش كيتعامل مع مرته. احنا غنشوفوا هذا الفيديوهات ديالهم علاش داروا هذه الضجه كامله وحقوا الملايين من المشاهدات. تخيلوا معايا فيديوهاتهم حاليا طالعين ترند في اكثر من 30 دوله، كلشي كيهضر عليهم. نشوفوا السبب، انا بالنسبه لي حيت تفرجت في الفيديو ديالهم كيستاهلوا تبارك الله. التعامل كيفاش كيتعاملوا مع بعضياتهم ما شاء الله، ديال الموده والرحمه هي هذه. شوفوا تخيلوا معايا راجلها كيعاونها في اي حاجه، مدخل الورد كيقاد الورد هكا في الفاز اي حاجه. نتوما غتشوفوا شوفوا بعد الدار ماشي اش من دار، اش هذا القصر تبارك الله ما شاء الله، الله يزيدهم ويبارك. عايشين في فيلا بحال شي قصر، فيهم ما يجيب كما كنقولوا الخدم والحشم، ولكن
كيعاونها في اشغال البيت. انا بغيت غنعرف هذوك الرجال اللي كيقول لك انا ما نعاونش مرتي، انا ما نديرش، انا هادشي كيقلل من رجولتي، واش من نيتكم؟ شوف واش متفقين معايا ولا لا، عفاكم كتبوا لي غير في التعاليق واش متفقين معايا ولا لا. واش الراجل الى عاون مرته وقاد معاها هكا الطياب او لا نقى ليها خضره او لا عاونها يعني في اشغال البيت، واش هادشي عنده علاقه بالرجوله او لا بالشخصيه ديالو؟ بالعكس انا كتجيني العكس، الى بقى بارك وشاد غا التليفون ومخلي مرته كتكرفص ما بين الدراري والطياب، وسخطو ملي كتكبر بحال هكا فلاج او لا بلا ما كتكبر فلاج، كتحس بها انها معذبه مسكينه وما كتعاونهاش، هذيك هي اللي كتقلل من رجولتك، وهذيك هي اللي بالنسبه ليا ما كتكون عندك شخصيه. انا رايي الشخصي وانا عارفه بزاف الناس متفقين معايا. شوف كياكلوا بجوج، ينوضوا بجوج الكوزينه، يقادوا هكا بيتهم بجوج، يعني اي حاجه كيديروا بجوج، كيخرجوا بجوج، يسافروا بجوج، علاقه اكثر اكثر ما شاء الله من رائعه، وكل شيء كيهضر عليهم. شوفوا شوفوا الحمام كي داش من الحمام، ماشي الحمام درا الله يخليكم، بلاصه ديال هكا خاصه بالغسيل ديال الحوايج بالمصلوح، تبارك الله عايشين في واحد الغنى اللي الله يزيدهم يبارك. شوفوا هنا كيسقي داك الفاز اللي عندهم لداخل، واو اش هادشي؟ فين دخل وفين خرج؟ ما بقيت فاهمه والو، وخلى شي طيغاس برا هكا دايرين في ديك البريكه. شوف كيعاونها في كل شيء، في كل شيء، وهي تكون باركه وهو يكون واقف. علاش كتشوف تبارك الله المراه مازال مهليه في راسها ومازال مقاده الحاله، كيقول لك مال مرتي هملت راسها، مالا ولات بحال هكا؟ بالصيف اخويا ما تولي حالتها حاله، ما تبقى باغا تصايب حالتها، ما تبقى مسكينه ما عندهاش الوقت لراسها، ما كتحكش راسها ما بين الدراري الصغار، ما بين الطياب، ما بين الشقه، وانت غير بارك ما كتعاونهاش، وكتقول لها اش كتضلي ديري نهار كامل؟ تخيلوا كاين شي رجال الله يهديهم كيقولوا لعيالاتهم اش كتضلي ديري نهار كامل، وهو الا بقى غير ساعه المكانه في الدار من داكشي شويه اللي كدير هي ما يقدرش، مستحيل يصبر. وكيقول لك مال مرتي ما مهليش فراسها، شوفوا هادي مرا كبيره وكيفاش باقه طرب لي سيرفيت، الشعر تبارك الله كيف داير، هكا كدير كاع ما تعطيها لاش ديالها نهائيا. السبب الوحيد انها عايشه بحب مع الزوج ديالها وكيعاونها وكيدير اي حاجه باش تكون هي فرحانه. شوفوا الراحه النفسيه لداخل كتبان على برا على الوجه ديال الانسان، متفقين معايا ولا؟ انسان ملي كيكون معيش ما مرتاحش مع واحد الشخص والله الا كتبان عليه. شوفوا هنايا كيجبد الحوايج زوين، عندهم هاد القضيه سعدات اختي التيسع شحال زوين، جبدي الحوايج تنشريهم في البلاصه، لاسبيراتور ما عندهم لا خدامه، ما كنشوفت جاردينيه، ما كاينش خدامه، ما كاينش، ما كاين حتى شي حد، يطيبوا راسهم، يشوفوا راسهم، يقادوا هكا الجردل راسهم، كلشي راسهم. وتبارك الله راه عايشين في واحد الشيء اللي كبير اللي صعيب عليهم بوحدهم يجمعوا الدنيا كامل. نشوفوا هنا غيدوز لاسبيراتور، كنظن هذه فيها لاسبيراتور وكتجفف او ميم طون. شوفوا الارض كي كتلمع، عاد عرفت فيديوهاتهم علاش حمقوا الناس وعلاش طلعوا ترند في اكثر من 30 دوله، راه تبارك الله كيبان عليهم الحب الحقيقي. هذا هو الحب الحقيقي صراحه، ماشي غير هضره وكلام، الحب افعال ماشي اقوال. شوف شوفوا 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 تبارك الله ما شاء الله الكوزينه كي دايره.